بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم بعون الله وبحمده قصف معاقل حالش وأنصاره من قرية الفوعة. إن شاء الله كانت إصابات محققة 100%. هذا رداً على المجازر التي ارتكبها النظام بحق أهلنا في ريف حلب الغربي. ونوعد النظام بأنه سوف يتم تكرار ما حدث اليوم في كل يوم وفي كل ساعة، ما لم يهدأ ويخرج عن هذه البلاد إن شاء الله تحت وطئات وضربات الجيش الحر.